السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى. غادي نتكلموا فيه على واحد الموضوع اللي هو جد مهم لمعظم الناس، يعني خاصة الجدد في المجال كيلقاوه مع شركات التمويل، ولكن ما كيفهموش كيفاش عملية الحساب ديالو، وكيظنوا بأن المسألة يعني بشكل آخر اللي هو الكونسيستنسي، قاعدة خاصة بالكونسيستنسي. أولا خصنا نفهمو بلي الكونسيستنسي هي قاعدة لست مجبر نهائيا على أنك تخلي شركة التمويل هي اللي تقولها لك، إنما تيخصك تكون أنت أصلا دايرها في القاعدة أو لا في القواعد الخاصة بالتداول ديالك، يعني ضمن الاستراتيجية ديالك. علاش؟ حيت هي الحاجة الوحيدة اللي كتضمن لك أنه تفهم بلي أنت يا راك متداول ناجح. ملي كيكون عندي واحد عدد تداولات يعني ناجحة ضمن واحد الاستراتيجية خلال واحد العدد من الأيام المتداولة، بحيث أن الأرباح كتكون يعني شبه مضمونة في واحد المتوسط كقيمة، كتربحها يعني واحد 500 دولار، 400 دولار، 1000 دولار، يعني كيف ما كانت. المهم هو أنه كيكون أرباح عندك شبه متقاربة، كنفهموا من خلال هذه الارباح شبه متقاربه خلال واحد المده زمنيه انه انتيا متداول لك استراتيجيه ناجحه خدام بها وغادي الامور عندك في سلام. يعني في الجانب الاخر كتلقى متداول اخر عنده مثلا اليوم ممكن يربح 200، غدا ممكن يربح 300 دولار، الغد ليه تقدر تصدق ليه شي صفقه ويربح فيها 2000 دولار، 3000 دولار، على حسب الوضعيه ديال السوق. وبعد غدا يقدر يحرق الامتحان ويقدر يحرق الكونت ديالو في حالة الا كان عنده كونت خاص به. علاش؟ لانه ماشي كونسيستنت. لذلك هاد القاعده هذه هي قاعده اللي خصك انت تدرب عليها، ياك بدون شركات التمويل خصك تدرب عليها انها تكون عندك، باش تضمن بها انه يكون التداولات ديالك يعني تداولات اللي هي حقيقيه غتكون في البورتفوليو ديالك، كتبين باللي انت متداول ناجح. غادي نشرحوا القاعدة على حسب يعني داكشي اللي كيصدر ضمن الامتحانات الخاصة بشركات التمويل. يعني كاين بعض الشركات مثال ايرن تو تريد كتقول لك باللي خصك ما تفوتش 30% من الكونسيستنسي، يعني ما يكونش عندك 30% اكثر في الكونسيستنسي. كاين اللي كيقراها بهذا الشكل، بمعنى انه يكون مثلا الكونت ديال 50K كيقول باللي لو كونت ديال 50K عندك فيه 3000 دولار كتارجت اللي غتربحها، كيقول هو مع راساتو 30% من القيمة ديال 3000 دولار كتشكل عندك 900 دولار، وبالتالي خصو يربح مثلا القيمة ديال 900 دولار في النهار، خصو ما يفوتهاش. لا، غلط انه تفكر بهذه الطريقة. علاش غادي نقولوا حنا غلط بانه ممكن تفكر بهذه الطريقه؟ نفترضوا انه مثلا النهار الاولاني ربحتي فيها سيدي 900 دولار، وهانت هنا كتقول على بالك بانه انت يا راه كونسيستنت، يعني ما عندك حتى شي مشكل. الكونسيستنسي كالكيليتر غايقول لك باللي لا، انت هنا عندك واحد النهار اللي هو انكونسيستنت بحكم انه النهار الاولاني ديالك. جيتي النهار الثاني وانت تربح غير 150 دولار، بقى عندك 85% في هذا النهار. جيتي النهار الثالث ربحتي فيه 200 دولار، بقات كذلك 72%، وهذا هو المتوسط ديال الارباح عندك. دائما قيمه تاع 150 200 250 300 كاع، ولكن غتكتشف بانه هنايا الكونسيستنسي مازال ما طاحتش على هذا، رغم انه انت دوزتي لحد الساعه 6 ايام، فهمنا؟ يعني دوزتي لحد الساعه 6 ايام ومع ذلك الكونسيستنسي باقيه عندك ما هي هذيكش، لان الحساب ديالها مختلف كليا على الطريقه اللي انت فكرتي بها، اللي هي الارباح ديالك بقيمه ديال 3000 دولار خاصك تربح منها ما قيمته 900 دولار، يعني ما حدك كتربح اقل من 900 دولار، اذا انت راه زعما راك غادي مزيان كونسيستنت. لا، المقصود بالكونسيستنسي هو التوتاليتي ديال الارباح ديالك المحققه، يعني هاد القيمه ديال 1950 اللي كاينه هنايا الارباح ديالها، هذا هو التوتال الارباح، خصك ما تفوتش 30% من هذه القيمه هذه اللي انت حققتي، فهمنا؟ وليس 30% من 3000 دولار اللي انت مازال اصلا ما حققتيهاش.
فهمتوا الفكره؟ افترضوا سيدي مثلا خسرتي في هذا النهار هذا، نقولوا يعني بسبب النفسيه، بسبب المشاكل، بسبب بزاف ديال الحوايج ليسونسيال، خسرتي 500 دولار، رجعت القيمه الناقص، رجعت القيمه ل 62. الامتحان فيه 10 ايام، طبيعه الحال هي 10 ايام، لست مجبر على اجتيازها، بامكانك انه تدوز 20 يوم ديال التداولات، بامكانك انك تخدم على 20 يوم ديال التداولات. لكن حنا كنشرحوا هنايا المساله الخاصه بالكونسيستنسي، شحال غادي تولي انت مجبر انك تربح باش يلاه تحقق القيمه تاع 30%، يعني تكون قل من 30%. هنا 250 مثلا على 150 على 100 دولار، خسرتي ثاني واحد 250 دولار، ربحتي واحد 200 وحده اخرى على 300 على 250، هذا يعني ارباح ليا، راك غادي مزيان في الطبله، فهمنا؟ دونك هنا 250 اخرى، دونك عاوتاني ربحتي واحد 180، خسرتي مثلا واحد القيمه ديال ناقص 300 اخرى، جيتي ربحتي مورا عاوتاني واحد 170، غتكتشف بانه نتايا هنا راه مازال ما وصلتيش للتارغيت، وباقي عندك هذا النهار هذا لاصق فيك بيد، يعني كيشكل عندك عائق في الكونسيستنسي. واخا نقربوك للتارغيت مزيان، ربحتي سيدي 250 على ربحتي 250، يلا جبتي هنايا 30% لاصقه، واحتاج منك الامتحان انك تدوز 19 يوم ديال التداول. 19 يوم ديال التداول، افترضوا حنا النهار الثاني درتي فيه غير 100 دولار مثلا، عاد باش قدرتي انك تهبط، وبالتالي الارباح ديالك الا رديتي البال لقيتي بانه ولات في القيمه ديال شحال، ديال 3100 دولار، 3100 دولار. هذا هو اللي كيشكل مشكل في الكونسيستنسي، ما كيفهموش الناس. لذلك هذا كالكوليتر غيسهل عليك على حسب شركات التمويل النوع ديالها، وكذلك شحال وضع لك في القيمه الخاصه بالكونسيستنسي، واش كتقول لك 30% 40% 50% ولا شحال اللي دايره في الكونسيستنسي. بامكانك انك تستعمل هذا الكالكوليتر، غادي يقدر انه يعني يعطيك فكره على واش انت قدرتي انك تحافظ على الاتساق ديالك او لا، واش قدرتي انه يعني تكون هذه القاعده هذه دائما قل من النسبه المئويه اللي هما طرحوا لك، او لا بيخصك تزيد مازال شي ايام. هنا كملاحظه غادي نقولها لكم، اللي هي مثلا ملي كيكون الامتحان تحققتيه في الاقصى حد ديال عدد الايام، يعني سال الشهر عليك ولقيتي يلاه نجحتي في هذه الفكره هذه ويلاه وصلتي للتارجت، خاصك تفهم بانه في معظم الشركات اليوم ديال المعالجه ديال هذه العمليه انهم يشوفوك واش نجحتي ولا لا، كيشكل واحد اليومين على الاقل، وبالتالي ملي غادي يديروا المعالجه اليدويه لمده يومين اشنو غادي يكتشفوا؟ غتكتشف انت غتكتشف بانه غادي خصك تخلص الشهر الاخر، إن جيتي في الاخر ديال الشهر، وبالتالي ما بين اليوم الاول حتى اليوم الاول في الشهر الاخر، دونك سهل عليك الشهر ديال الاشتراك، غادي خصك تخلص الشهر، وغتلقى راسك خاصك تخلص الشهر، فهمنا؟ واخا المعالجه عندهم هما، وبالتالي هذا الامر هذا يقدر يكون شويه كيشكل ارتباك ياك. بامكانك انك يعني في هذيك الحاله من اللي طيح فيها انك تتكلم مع شركات التمويل باش يديروا لك واحد يعني واحد الامداد في المده الزمنيه، يقدروا يصبروا عليك يعني ما تخلص ما والو، بحكم انه راه وصلتي للتارغيت، وبالتالي غادي يدوزو هما الوقت اللي غادي يشوفوا واش انت نجحتي ولا لا، واش الامور مزيانه، واش ما اخترقتيش شي قاعده، واش هنا غادي يطلعوا على هادشي هذا، غادي يلقاوك نجحتي راه غادي يدوز الامور في سلام بدون انك تخلص الشهر الاخر. هنا غادي نحطو مثال واحد اخر بالنسبه للكونسيستنسي الخاصه ب 50%. الكونسيستنسي الخاصه ب 50% كمثال، غادي نحاول انني نبعد على هاد القيمه هادي اللي كاينه هنايا ياك، باش تفهموني مزيان شنو كنقصد لكم. عدد الايام ديال التداولات، كل ما وضعتي واحد العدد هنايا غادي يرتفع هنايا، هو 3 ايام تاع التداول، 4 ايام، 5 ايام، 6 ايام، وهكذا. هنا هاد القيم هادو اللي كاينين عندك انت هنايا كذلك غادي يمشيو معاك حتى ل 20 يوم ديال التداول. نفترضوا انه اليوم الاول، يعني هذا شي شخص اللي هو ان كونسيستنت في العمل ديالو، ها هو والزار ديالو، واحد النهار تقدر يربح مثلا في ناسداك واحد 2000 دولار، اش قالت ليه في اليوم التالي هو يخسر، نعم سيدي، واحد 200 دولار، ربح في اليوم الاخر واحد 150 دولار، جا تاني واحد النهار هو يربح تاني 500 دولار، جا في اليوم الموالي هو يخسر تاني 400 دولار. القيمه ديال الارباح تقدر تكون انت وصلتي للتارغيت، ولكن غتلقى راسك مجبر انك تضيف
ارباح اخرى باش يلاه تهبط هذا الكونسيستنسي. يعني اش؟ يعني غتلقى راسك انه مثلا ربحتي النهار الثاني كاع 400 ونهار اخر 400 ونهار الاخر مثلا 200، وبالتالي راك وصلتي 3000 دولار اللي كتكون عند معظم شركات التمويل في الكونت تاع 50000 مثلا. الا انه باقي عندك هذا النهار هذا ان كونسيستنت، غتلقى راسك انك مطالب في هذه الحاله هذه باش انك تضيف ارباح اخرى على هذه القيمه الربحيه اللي وصلتي لها، ياك باش يلاه تنزل هذه القيمه هذه تحت 50% ولا تحت 30% كمثال. يعني خاصك تضيف مازال نهار اخرين، نفترضوا 150 على 200 على 150 على 300 400 عاد باش هبطتي نتايا 47% ملي هبطت القيمه حتى لنا 47%. يعني عندك هنايا زيرو في الان كونسيستنت دايز. يعني هنا عاد باش تقدد القاعده عندك، ولكن الملاحظ هو انه الربح الاجمالي اللي وصلت ليه هو قيمه ديال 4250 دولار، اكثر من 3000 دولار بقيمه تاع 1250 دولار. وهذا هو المشكل اللي كيخلي الناس كيعانيوا منه. يعني ها هو كاع توصلت التارجت ديال شركه التمويل اللي هو 3000، ما كيكونش فاهم الكونسيستنسي مزيان، كيقول لهم لا راه نجحت، كيقولوا ليه لا راه باقي خصك تزيد مازال شي ايام اخرين، يقدر يدخل على الاشتراك من جديد، وبالتالي القضيه كتصعب عنده. لذلك حاولوا ما امكن انه يكونوا عندكم الايام يعني شبه متقاربه، واحد القيمه متوسطيه مثلا في الارباح، تقدر تكون على حسب الاستراتيجي ديالك، كتشكل مثلا 300 في النهار، 250 350، وتبقى دائما في هذه القيمه. فهمنا؟ يعني 250 300 350 250 وهكذا. غتلقى باللي مده قصيره جدا على حسب كذلك الشركات التمويل شحال كتعطيك من يوم ديال تداولات، تقدر توصل فيها التارجت وتوصل وانت يا الكونسيستنسي ديالك محافظ عليها بشكل جيد 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 جدا. نتمنى ان شاء الله تعالى انه يكون هذا الشرح هذا فادكم وتكونوا استفدتوا منه وتكونوا فاهمين هذه القضيه هذه كيفاش ممكن انكم تتعاملوا معها. بامكانكم انكم تلقاو هذا الملف الخاص يعني بالكالكوليتر كيفاش غادي يحسب ليك وتستعملوا مجانا بطبيعه الحال على الجروب ديالنا الخاص، وهذا اللي هو تريدشير ارابيك. اللي ما كيعرفش الجروب ديالنا باستطاعته انه يلقاه هنايا، هذا هو الجروب الخاص بنا، هو الجروب الخاص بنا تريدشير بالعربية، هي تريدشير ارابيك. غتلقى فيها مجموعة من الملفات كذلك اللي غادي نوضعها يعني بين ايديكم في هذه المسألة هذه. مثال هذا الملف اللي تكلمنا فيه احنا هنايا على شركات التمويل والشروط ديال السحب ديالها والقواعد ديالها المخفيه، التداولات يعني كيفاش خصك تمشي فيها، شروط ديال الاختبار وشروط السحب، وكذلك الدعم الفني كيفاش ممكن انك تواصل معاه، وحتى الارقام ديالهم وجميع المعلومات ممكن انكم تلقاوها في هذا الشرح. هذا هو شرح شامل ووافي لهذا الامر هذا، وبالتالي الى تفرجتي في هذا الفيديو هذا كنظن بانه ما غاديش تلقى باقي شي مشكل في فهم القواعد الخاصه بشركات التمويل. وكنتمنى ان شاء الله تعالى انه تكون الافاده للجميع. بالنسبه للملف ديال الكالكوليتر غادي نبارطاجي معكم هنايا، حتى هو بامكانكم انكم تحصلوا عليه بالدخول عبر الرابط ريتشر ارابيك، وغادي تلقاو الملف هنايا ومرفه بكم. كذلك هناك يعني مؤشرات خاصه بنينجا تريدر بالنسبه للناس اللي كتداول على نينجا تريدر، غتلقاو مجموعه من المؤشرات اللي كنبارطاجيها كذلك هنايا، ومجموعه من المعلومات اخرى اللي ممكن انكم تنخرطوا فيها مجانا. كنتمنى الله تعالى انه تكونوا استفدتوا معنا في الشرح اللي احنا طرحناه، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.